الأستاذ أحمد أبو دراع الصحفي من سيناء. ألو. ألو، مساء الخير يا فندم. مساء النور. يعني عايز أعرف حضرتك تفاصيل اللي عندك عن وصول أول مجموعة من المصابين والجرحى الفلسطينيين، وحقيقة ما روج عن وفاة بعضهم داخل سيارات الإسعاف يعني في حدودنا. يعني أنت تعرف منذ اليوم الأول وهناك مجهود كبير جدا تقوم به الدولة المصرية لإيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني. أي. اليوم كان هناك عدة رسائل موجودة داخل معبر رفح. تم إخراج 361 من حاملي الجنسيات المزدوجة من القنصليات والسفارات، وتم خروجهم وسفرهم إلى القاهرة للعودة إلى بيوتهم. تم بلادهم يعني بلادهم. بلادهم. كل واحد يرجع بقى. يعني المزدوج الجنسية اللي خرجوا كان 61 بس؟ 361. ما انا بقول ده كان رقم كبير، وشفناهم بيجروا مش عارف ايه سبب الجري، كل واحد بياخد شنطه وعياله ويجري زي ما يكونوا حاسين ان المعبر هيقفل. طالع من حرب. كان هناك رساله قويه وهي خروج 45 مصاب دخلوا الى مستشفيات العريش وبئر العبد، وتم تقديم كافه انواع المعالجه لهم، وكذلك تم توفير عمارة سكنية لمرافقيهم للإقامة فيها وبالقرب من مستشفى العريش العام. طب اسمح لي في النقطة ديت، إذا كانوا خرجوا من المستشفيات هيقعدوا شوية في العمارات ديت وبعد كده يرجعوا مكانهم، ولا إيه الخطة؟ لا 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 لا، المصابين يتعالجون في مستشفى العريش العام والمرافقين يقومون في العمارة. أنا فاهم. مش قلت لي في 45 خرجوا؟ 45 دخلوا الى مستشفيات العريش وبئر العبد. اوكي تمام. خرجوا من معبر رفح. تمام. كان هناك اليوم صباح اليوم كان هناك ما يقارب من 60 شاحنه عبرت من معبر رفح الى قطاع يعني غزة. يعني اجمالي الجرحى حوالي 80 اللي جم مصر النهارده. جاءوا الدفعه اللي حضرت والمحافظ قام بزيارتها في مستشفى العريش 45 مصاب. مستشفيات العريش وبئر العبد. مش في مستشفيات ثانيه؟ في مستشفيات تانية ذهب إليها عدد من المصابين، يعني إجمالي يعني ما تم السماح له 81 مصاب حسب التصريحات التي بالظبط كده. ما هو ده الرقم اللي عايز أعرفه. اتفضل. في 60 شاحنة دخلوا بقى النهاردة؟ 60 شاحنة النهاردة تابعة للهلال الأحمر المصري وبيت الذكاء المصري، عبرت إلى قطاع غزة من معبر رفح. كنت هناك وأنا أشاهدها أثناء دخولها إلى المعبر صباح اليوم. طيب أنا بشكرك جدا أستاذ أحمد أبو دراع الصحفي من سيناء، شكرا على هذه المعلومات وهذا الـ الـ الوعي والصحصحة دي عشان نقدر نعرف كل التفاصيل اللي احنا محتاجينها.